الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب يا ستار العيوب استر عيوبنا، يا رب يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، يا رب يا مفرج الكروب فرج كروبنا، يا رب يا علام الغيوب قنا شر ما أهمنا وغمنا. وأشهد أن لا إله إلا الله، لما خلق الله جنات عدن وشق فيها أنهارها وغرس فيها أشجارها وزينها للناظرين قال لها تكلمي بإذني، فقالت الجنة قد أفلح المؤمنون، فقال لها مولانا تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل أبدا. ابن آدم ابن آدم لا تركنن إلى القصور الفاخرة، واذكر عظامك حين تمسي ناخرة، وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا ربي إن العيش عيش الآخرة، إن العيش عيش الآخرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله قال له رجل أرسلني يا رسول الله، فقال له السيد الجليل محمد لا تغضب. قال الرجل زدني يا رسول الله. يا رسول الله، قال له الحبيب محمد لا تغضب ولك الجنة. سيدي سيدي أبا القاسم يا رسول الله، سعدت ببعثة أحمد الأزمان وتعثرت بعبيره الاطوال، والشرك انذر بالنهاية عندما جاء البشير واشرق الايمان. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأريك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، الى اين اذهب بحضراتكم اليوم مع الدرس الرابع والاربعين والمئة؟ اذهب بحضراتكم لا الى مكان لا نقض فيه ولا تعب. اتوجه الان باجنحة من ريش الايمان ايها الاخوة الاعزاء، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. واجد الان كوكبة من اصحابه كالنجوم النجوم، امامي راوية هذا الحديث ابن عبد الله رضي الله عنه ابيه، وينقل الينا حديث الحبيب المصطفى. اسمعوه جيدا وانصتوا الى صوت وضوح وجلال. الله كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا
اخبركم بغرف الجنه. قلنا وامهاتنا. السيد الجليل ان الله تعالى خلق غرف الجنه يرى ظاهرها من باطنها ولا خطر على قلب بشر. قال جابر: لمن هذه الغرف يا رسول الله؟ فقال الحبيب المصطفى: لمن افشى السلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى بالليل والناس نياه. افشى السلام، اطعم الطعام، ادام الصيام، صلى بالليل والناس الله. قال الحبيب المصطفى: امتي تطيق ذلك يا جابر، وساخبرك عن ذلك. من لقي اخاه فسلم عليه فقد افشى السلام، ومن اطعم اهله وحيا له من الطعام حتى يشجعهم فقد اطعم الطعام، ومن صام رمضان وثلاثة ايام من كل شهر فقد ادام الصيام، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فقد صلى بالليل والناس نياه. افشى السلام، اطعم الطعام، ادام الصيام، صلى بالليل والناس نياه. من هو جابر؟ من هو جابر راوي هذا الحديث الشريف؟ جابر هو الذي استمد شرفه يوم احد، وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر جلسة طارئة، وقال له: يا جابر، ان الله تعالى لم يكلم احدا من خلقه الا من وراء حجاب، ولكنه كلم اباك عبد الله بدون حجاب. انني اذيع اليكم هذا المشهد من فوق السماوات السبع. الرسول ينظر من وراء الحجب، الرسول الحبيب يستشف الغيوب. يا جابر، ان الله لم يكلم احدا الا من وراء حجاب، ولكنه كلم اباك بدون حجاب. كيف كان ذلك؟ ان عبد الله بن عمرو والد الراوي، والد راوي هذا الحديث، والد جابر بن عبد الله، لما مات شهيدا يوم احد كشف الله الحجاب بينه وبينه، وقال له: يا عبد الله، تمن علي وأعطك ما تشاء. أطير بكم إلى هناك، حيث لا هناك، أطير بكم إلى حضرة العرش، أصير بكم إلى هذه الحضرة الإلهية، حيث النعيم المقيم، حيث وضع الله أرواح الشهداء في حواصل طير خضر،
يطاف بقناديل من ذهب معلقة بعرش الرحمن جل جلاله. لا، ومن انا حتى استطيع ان احلق في هذه الاجواء؟ من انا؟ انا من انا؟ انا في الوجود وديعة، وغدا سامضي حافرا في رحلتي. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا فرحا بعفوك يا مهيمن وثلتي. انا من انا حتى اطير الى عرش الرحمن؟ انما استمد العون والمدد من الله لاقوى على شرح هذا الموقف، واخاطبكم بلغة لاسيك القلوب، فهي التي تقوى على اذاعة هذا النبأ. يا جابر، ان الله كلم اباك بدون حجاب، قال له يا عبد الله تمن علي وهفك ما تشاء. الله يخاطب الشهيد، تمن علي، اطلب ما تشاء، اطلب ما تشاء، فانا مالك الملك وملك الملوك. فماذا قال الشهيد لرب العزة؟ قال يا رب، اتمنى ان اعود الى الدنيا لاخبر اصحابي بما انا فيه من النعيم المقيم، ثم اقتل فيك مرة اخرى. حب الخير حتى بعد مفارقتهم الدنيا، كانوا يحبون الخير لغيرهم حتى بعد الممات. اتمنى ان اعود الى الدنيا لاخبر اصحابي بما انا فيه من النعيم المقيم، لا حبا في الدنيا، وانما لاقتل فيك وفي سبيل احلاء كلمتك مرة اخرى. حتى بعد مفارقتهم الحياة الدنيا كانوا مشغولين بحب الخير لغيرهم من الاحياء، فما بالنا قد تقطعت صلاتنا؟ ما بالنا؟ ماذا قال له؟ ماذا قال له مولانا؟ اسمحوا لي ايها الاخوة، وانا اشرح هذا الموقف الجليل، انو ان تحيروني اذانا صاغية وقلوبا واعية. قال له يا جابر، لقد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. من جاء الى هنا لا يعود الى هناك. في الذاهبين الاولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مصائرا للقوم ليس لها عواذر، ورأيت قومي نحوها يمضي الاصاغر والاكابر، لا يرجع الماضي الي ولا من الباقين غاضر، ايقنت اني لا محالة حيث صار قوم صائر. يا جابر، لقد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. ان رجلا دخل مدينة البصرة وسأل الامام الجليل الزاهد ابراهيم ابن ادهم، وقال له يا شيخ اين يوجد حمار؟ فقال له ابراهيم سر امامك. فصار امامه وساله اين الحمار يا شيخ؟ فقال له سر امامه. فوجد الرجل نفسه بين المقابر، فقال له اين الحمار يا شيخ؟ قال له انت الان واقف في الحمار. قال له انا واقف بين المقابر. قال له ها
جميعا، وليس واحد من الذين هنا سيعود الى هناك، الكل يعمر هنا، الكل ينام هنا، الكل يصير ترابا هنا، سيصير عظام الرجال عظاما هنا، عظام الرجال سيصيرون عظاما نخرة هنا، هنا دار القرار، هنا دار المقر والاستقرار، هنا الآخرة، هنا دار العمار. ولقد قلت لنفسي وانا بين المقابر، هل رايت الامن والراحة الا في الحفائر؟ فاشارت فاذا للدود عطف في المحاجر، ثم قالت ايها السائل اني لست ادري. انظري انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان، وتلاشى في بقايا الحق رب الصولجات، والتقى العاشق والقالي فما يفترقان، افهذا منتهى الامر؟ فقالت لست ادري. ايها القبر، ايها القبر تكلم واخبريني يا رمام، اخبريني يا رمام، هل قرى احلامك الموت وهل مات الغرام؟ من هو الميت من عام ومن مليون عام؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد القهار. يا جابر، ان الله كلم اباك بدون حجاب. يا عبد الله، لقد صدق القول مني انهم اليها لا يرجعون، وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. يوم تموت يا ابن آدم سيكون لك ثلاثة أصدقاء، صديق لا يغادر عتبة دارك، وصديق يمشي معك إلى باب القبر ثم يعود، وصديق يدخل معك قبرك. أما الصديق الذي لن يغادر عتبة الدار فهو المال، المال الذي طفت الدنيا مشرقا ومغربا تجمعه، فقطعت الارحام واسأت العلاقات. عندما تموت لا يستطيع المال ان يتحرك خطوة واحدة الى الامام. انت الذي كنت تقبض على مفاتيح الخزائن بعنف وحرص، بعد موتك سيمد الورثة ايديهم فيأخذون المفاتيح بسهولة، وانت لا تستطيع حراكا ولا تستطيع ان تعارض او تدافع. ذهب نور العينين واصيبت الاذنين بالصمم، واصيب اللسان بالبكم، وتوقف القلب عن ضخ الدم، واصبح لا يدق، وانت تستعد لتحمل الى خشبة الغسل، تخلع ثيابك، تخلع ثيابك كما ولدتك امك، وانت الذي كنت لا تطيق ان يرى احد حرارتك. لا دفاع، لا معارضة. وتوضع امام المغسل يقلب فيك كما يقلب الدرهم بين كفيك، ويوضع عليك الماء، لا انت الذي تشكو من شدة البرودة او الحرارة،
وانت لا تستطيع ان تلبس ثوبا، تفارق ثياب الدنيا كلها وتلبس ثوبا واحدا لن تلبس غيره يسمى الكفن، وليس للكفن جيوب تحمل فيها الماء، وليس للكفن كيد سحري تحمل فيه الشيكات، وليس للكفن ما تحمل فيه حقيبة او جهازا سريا او تهرب فيه مالا. المال، المال اول صديق يفارق ابن ادم بعد موته. رأيت الناس قد مالوا الى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة الى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. اما الصديق الذي يوصلك الى باب القبر فهم الاهل والابناء والاصدقاء. وعندما يقول الرجل الذي يقوم بالدفع احضر الامانة، اصبحت بعد العز والرفاهية تسمى الامانة، اصبحت بعد السلطان والسرلجان خبرا من اخبار كان. احضر الامانة، وعندما ينادي بهذه الكلمة ترجف قلوب الاهل والاصحاب. من الذي ينزل معه؟ من الذي يجرؤ ان يعبر هذا الجمرك معك الى داخل القصر؟ ان هذا الجمرك البرزخي مكتوب على بابه: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. فرادى، فرادى، ولقد جئتمونا فرادى واتينا يوم القيامه فردا. ولقد جئتمونا فرادى، لا حرف لا خدم لا حشر لا اهل لا اصدقاء لا دفاع لا محاماة، كما خلقناكم اول مرة. لا مال ولا جاه ولا سلطان، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتم ما ملكناكم اياه وراء الظهور، رميتموه وراء الظهور وجئتمونا فرادا. اما الصديق الوحيد الذي يدخل معه فهو عملك، ان كان كريما اكرمك، وان كان لئيما خذلك، فاجعله صالحا فانه عملك. ايها السادة الاعزاء، قال الشهيد لرب العالمين: فمن يخبرهم يا رب؟ قال له مولانا: انا اخبرهم يا عبد الله. يا جبريل اهبط على حبيبي محمد. بماذا؟ بقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما اتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. معاشر السادة الاعزاء، تعالوا نلقي النظرة الاخيرة على هذه البنود الاربعة
التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخبر انها مسوغات دخول الجنة، مسوغات دخول الفردوس الاعلى. من افسدت لا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى افشاء السلاء، فقال: من لقي اخاه وسلم عليه فقد افشى السلاء. اذا مررت باخيك المسلم والقيت عليه السلام فقد افشيت السلام، ولك بالقاء السلام ورده 30 حسنة. السلام عليكم 10 حسنات، ورحمة الله 10 حسنات، وبركاته 10 حسنات. تذهب فورا الى بنك الرحمن جل جلاله، حيث تجد هناك سيد الخلق وحبيب الحق، فتقدم له هذا الشيك ب30 حسنة. اما التحيات التي عرفناها وتبادلناها، التحيات التي اخذناها واستوردناها من الغرب، فلا ثواب عليها. بونجور، بونسوار، جود مورنينج، هذه كلها كلمات لا يثاب عليها المسلم. حتى اننا غيرنا تحية الاسلام، غيرنا كل شيء حتى تحية الاسلام. اصبح المسلم الان يشمئز من قول السلام عليكم، من قول السلام عليكم. وانا لا انسى ذات يوم كنت اخاطب احد الناس في الهاتف في التليفون، وكان الذي يرد علي ابنه الصغير الذي لا يتجاوز سنه 10 سنوات، وانا عندما اتكلم في التليفون لا اقول له، انما ابدا الحديث بالسلام عليكم ورحمة الله. فلما سمع الطفل الصغير كلمة السلام عليكم اخذ يضحك كثيرا وينادي على ابيه قائلا: تعال لتكلم رجلا يقول في التليفون السلام عليكم ورحمة الله. شيء عجيب، شيء عجيب وغريب، اننا نترك كل شيء عندي منا حتى تحية الاسلام. حتى السلام عليكم ورحمة الله اصبحت بين الناس موضة قديمة لا تستعمل، اصبحت فرازا قديما لا يستعمل. انما الذي يستعمل في اوساط الموظفين صباح الخير، عند الاغوار، اذا ما مساله اوكيه وما بوكيه وما اوروار وما بنصوار وما بندور، كلمات ما انزل الله بها من سلطان. السلام عليكم تركناها. ان عمر بن الخطاب جاء ذات يوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له علي بن ابي طالب ويقول: يا رسول الله، ان عليا اذا مر علي لا يبدأني بالسلام. واستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب وقال له: يا علي، لم لا تبدأ عمر بالسلام اذا مررت عليه؟ فقال علي: يا رسول الله، لانني سمعتك تقول: من يبدا اخاه بالسلام يبني الله له قصرا في الجنه، فاردت ان يبداني عمر فياخذ ذلك القصر في الجنه. رجال اعتزوا بدينهم فاعزهم الله، رجال رفعوا راية الله فرفع الله رايتهم،
حتى السلام ألقى السلام على أخيه. الله اسمه السلام، والجنة دار السلام، وتحية الملائكة لأهل الجنة عليكم بما صبرتم، وتحية الله لنبيه محمد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أطعم الطعام، أطعم أهله وعياله. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب من الدنيا شيئا حلالا كافا به نفسه، متعففا به عن الناس، متعففا به على جيرانه، لقي الله يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر. السعي على الأولاد، إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة، إنما يكفرها السعي على المعايش. وقال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر قوت المسلمين 40 يوما يريد الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وادام الصيام، صام رمضان، ومع رمضان صام كل شهر 3 ايام، صام من كل شهر 3 ايام. وفي هذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام 3 ايام من كل شهر مع شهر رمضان كان حقا على الله ان يرويه يوم الظلم. اذا ما اشتد العطش بالعباد يوم القيامة كان حقا على الله ان يرويه يوم الظلم. وصلى بالليل والناس نياه، صلى العشاء والفجر في الجماعة، والعشاء والفجر بالذات لانهما اثقل الصلوات على قلوب المنافقين. ولذلك قال سيد الخلق وحبيب الحق: بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الذين يمشون الى المساجد في ظلمات الليل لاداء صلاة العشاء وصلاة الفجر، بشرهم بنور تام من يوم القيامة. وكلنا في مسيس الحاجة الى هذا النور، ففي يوم القيامة يذهب ضوء الشمس ونور القمر. اذا الشمس كورت اي ذهب ضوءها، اذا جمع الشمس والقمر يوم القيامة فان الشمس لا تضيء وان القمر لا ينير. قال تعالى: فاذا برق البصر وخسف القمر. ومعنى خسف القمر اي ذهب نوره، اذا فاين النور الذي نسير فيه. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، لا نور الا نور الايمان، لا راية الا راية الرحمن، لا شفاعة الا لمن نطق الحق وقال صوابا. ايها الاخوة الاعزاء، هكذا بين لنا سيدنا رسول الله لمن غرق الجنان. افشى السلام، اطعم الطعام، أدام الصيام، صلى بالليل والناس نيام. اسمحوا لي أن أستأذن رسول الله لأعود إلى هذا المكان الطاهر. سلام الله عليك يا سيدي يا رسول الله في رياض الجنة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت،
اعمل ما شئت كما تدين تدان. واقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا وفقنا لما تحب وترضى آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، تعالوا لنعرف الله ونعبده في محراب العلم. شيء عجيب، شيء عجيب وغريب، وانا ادرس الانسان باجهزته واعضائه، فالمح يد الله تعمل في الخفاء، اسرار الهية وقدرة فائقة تدل على ان الصنعة لا بد لها من صانع. لما قرأت العلاقة بين الجهاز الهضمي والجهاز الدوري، رأيت بين الجهازين علاقة وثيقة وتبادلا دبلوماسيا على مستوى السفارة. الجهاز الهضمي يقوم بهضم المواد الغذائية وتحويلها الى مواد سائلة زائبة يسهل على الدم امتصاصها ليوزعها على خلايا الجسم كله. الدم بعد ذلك يتسلم العملية بامر ممن يقول للشيء كن فيكون. يتسلم المواد الغذائية من الجهاز الهضمي ذائبة بسيطة يسهل امتصاصها، فإذا ما نظرت إلى الدم رأيت فيه العجب كله. سائل، سائل يحتوي على خلايا حية سابحة فيه. مما يتكون؟ مما يتكون هذا السائل؟ يتكون من اشياء عديدة. الجزء السائل منه يسمى البلازما. البلازما لونها اصفر باهت. مما تتكون البلازما؟ مما تتكون بلازما الدم، وهي الجزء السائل من الدم. 90 منها يتكون من الماء. 90% من البلازما يتكون من الماء. ألستم معي أمام قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. 90% من بلازما الدم يتكون من الماء، وعشرة في المئة يتكون من المواد الغذائية الآتية: البروتينات، السكريات، الدهنيات، الأملاح المعدنية، وقليل من المخلفات العضوية. 90% ماء، وعشرة في المئة مواد غذائية. العجيب في الامر انك كلما درست نفسك يا ابن ادم
وجدت نفسك تقام في كل شيء على حساب وتقدير. يا رب انصر الاسلام واعز المسلمين، يا رب اعل بفضلك كلمة الحق والدين، يا رب ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع رايات التوحيد في كل مكان، وارفع ذكر الحبيب محمد في كل زمان. اللهم خلص المسجد الحرام من المعتدين، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، ارحم ضعفنا وتول أمرنا واحسن خلاصنا وفك أسرنا وبلغنا مما يرضيك أعمالنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، اشملنا بشفاعته. اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واشفنا بيده الشريفه شربة هنيئة لا مرمأ بعدها ابدا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله هو الواحد، اسمع الى قول البشير النذير سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول: من قرأ سورة قل هو الله احد 11 مرة في اليوم ابتغاء مرضات الله نفع الله الفقر من بين عينيه وجعل غناه في قلبه وحشى قلبه بالحكمة. قل هو الله احد سورة الاخلاص، سورة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأبي ذر: يا أبا ذر إن جبريل يقرئك السلام. قال أبو ذر: وهل يعرفني جبريل يا رسول الله؟ قال الحبيب محمد: يا أبا ذر لقد سألت جبريل هذا السؤال، أتعرف أبا ذر يا جبريل؟ فقال لي جبريل: وكيف لا أعرف أبا ذر وجميع ملائكة السماء تعرفه؟ قلت: وكيف عرفته ملائكة السماء؟ قال جبريل: عرفته بكثرة قراءته لقل هو الله أحد. أيها السادة الموحدون، من الأحد؟ من الواحد؟ من الصمد؟ من القادر؟ من المقيت؟ من الحكم؟ من العدل؟ من المقصد؟ من المبدئ؟ من المعيد؟ من الرحمن؟ من علم القرآن؟ من خالق الإنسان؟ من علمه البيان؟ من الذي جعل الشمس والقمر بحسبان؟ من الذي له النجم والشجر يسجدان؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المذل؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من القابض؟ من الباسط؟ من الذي بيده الامر كله؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من
لا اله الا الله واحلو بها وحدي. لا اله الا الله احيي بها عمري. لا اله الا الله يغفر بها ذنبي. لا اله الا الله ادخل بها قبري. لا اله الا الله القى بها ربي. الله ربي. كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها زاد الميت. وإذا مررت بالقبور وقلت لا إله إلا الله رد عليك الأموات قائلين والله يا هذا لو علمت فضلها ما غفلت عنها. وما من ساعة تمر على ابن آدم لم يذكر الله فيها إلا نظم عليها يوم القيامة.
كيف نجدد ايماننا يا رسول الله؟ قال اكثروا من قول لا اله الا الله. سيدي ابا القاسم يا حبيب الله، فاحت بعاصر ذكرك الايام، وتفاخرت بجهادك الاعلام، والله قد حياك في قرآنه فحنا، فأنت السيد المقدام. فاحت بعاصر ذكرك الأيام، وتفاخرت بجهادك الأعلام، والله قد حياك في قرآنه فحنا، فأنت السيد المقدام. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، بالأمس حمل البريد إلي رسالة، فلما فتحتها واستمعت إلى ما فيها شممت منها رائحة الخبز. فالسائل وقع قائلا: هذه رسالة من مراسل غير مسلم. وقلت أقرأ الرسالة لأقف على ما فيها، فإذا هي قد احتوت على أربعة أسئلة. السؤال الأول: إذا كان القرآن يقول عن المسجد الحرام ومن دخله كان آمنا، فكيف أذن الله لهؤلاء بالدخول؟ السؤال الثاني: لماذا لم يرسل الله طيرا ابابيل على الذين اعتدوا على حرمة بيته كما ارسل على جيش أبرهة؟ السؤال الثالث: كيف يأتي نبيكم بشرع لا يطبقه على نفسه؟ فشرعه لا يبيح الزواج بأكثر من أربع، وهو قد تزوج أكثر من أربع. السؤال الرابع: إذا كان القرآن والإسلام حقا، فلماذا قال الله لنبيكم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل؟ إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. وكان التوقيع كما ذكرت لحضراتكم آنفا مواصل غير مسلم، ولذلك حولت مجرى الكلام ورأيت من واجبي أن أصحح مفاهيم هؤلاء الذين لا يعرفون ماذا يقولون. ومع الدرس الثالث والأربعين بعد المئة الثالثة، اسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء أن أميط اللسان وأكشف النقاب وأرفع الستار عن هذه القلوب التي هاجت فيها عقارب البرضوع، وتحركت فيها ثرابين الحب. إن هذا الأسبوع
كان وقوعا حاصلا بالتشكيك، بتشكيك المسلمين في كل موطن، في مصالحهم وفي وظائفهم وفي بيوتهم، تشكيك من غير المسلمين موجه الى المسلمين بسبب العدوان الاثيم الذي وقع على بيت الله الحرام. السؤال الاول، ان الله تعالى يقول ومن دخله كان امنا، فكيف فر المسلمون او المصلون وهم الوف حضر الموت؟ وانا اقول للسائل اسمع ولكن ارفع العصابة السوداء عن عينيك، ارفع العصابة السوداء عن عينيك لترى الشمس شمسا ولا تراها ليلا، ارفع العصابة عن عينيك فما انت والاسلام، ما مثلك والاسلام الا كمثل بعوضة هبطت على نخلة فلما ارادت البعوضة ان ترحل عن النخلة قالت لها ايتها النخلة استمسكي بنفسك فانني طائرة عنك، قالت لها النخلة ايتها البعوضة والله ما شعرت بك حين سقطت علي، فكيف اشعر بك وانت راحلة عني؟ انني اعلم، انني اعلم ان في مصر جبهة عاتية وعنيدة تحارب الاسلام في كل مكان، تحارب الاسلام في كل موقع، منتهزين غفلة المسلمين وانصرافهم عن الله. اسمع، ومن دخله كان امنا. نعم هذا حق لا جدال فيه، ولكن هل تستطيع ان تفهم معي قول الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين؟ انما حدث منذ ايام في المسجد الحرام لدليل قاطع على ان القرآن معجز في كل زمان ومكان، فقد سبق في علم الله القديم ان هناك عدوانا سيقع على البيت الحرام، وكيف كان ذلك كذلك؟ فان قاتلوكم فاقتلوهم اين؟ عند المسجد الحرام. ثم ماذا؟ هل انت ايها السائل احط علما باساليب اللغة العربية حتى تفهم هذه الجملة؟ ان هذه الجملة جاءت في صيغة الخبر ولكنها انشاء، والبلاغة تقسم الكلام الى قسمين، الى خبر وانشاء. فالانشاء خمسة انواع: امر ونهي واستفهام وتمني ونداء. امر ونهي واستفهام وتمني ونداء.
هذه الانواع الخمسة تسمى إنشان. فقوله تعالى ومن دخله كان آمنا إنما هو أمر من الله للأمة. فأنه تعالى يقول يا أيها المسلمون أمنوا من دخل المسجد الحرام ولا تعتدوا عليه، فإذا اعتدى أحد على الذين في المسجد الحرام فليس هذا تكذيبا لله خاصة لله، وإنما هو مخالفة من البشر لأوامر الله. ليس هذا تكذيبا، إنما هو مخالفة. ألم تسمع أيها الكافر يا صاحب الرسالة التي أرسلتها، ألم تسمع إلى قوله تعالى أقيموا الصلاة، هذا أمر من الله. فإذا لم يقم الناس الصلاة أيعتبر هذا تكذيبا لله أم يعتبر هذا مخالفة من البشر لأمر الله؟ فإذا خالف البشر أمر الله أيعد هذا تكذيبا لله؟ إن أسلوب الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب. إذا قال الله تعالى لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وجاء قاتل فخالف نهي الله، هل القاتل الذي قتل النفس يعتبر هذا تكذيبا لنهي الله أم يعتبر مخالفة لنهي الله؟ يعتبر مخالفة. ولعلك تسأل فتقول لكن قوله تعالى ومن دخله كان آمنا ليس أمرا ولا نهيا ولا استفهاما ولا تمنيا ولا نداء، فكيف حكمت أنه إنشاء الله خبر؟ أقول لك إن من ضروب البلاغة في القرآن أن يأتي الخبر في صورة الإنشاء ليكون ذلك دليلا على أن المخاطب به قد انتصر الأمر، بدليل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فلم يقل تعالى أيتها الوالدات أرضعن أولادكن، إنما قال والوالدات يرضعن، فجاء بدل الأمر بصيغة الخبر، وذلك ليكون فيه صورة على أن المخاطبة قد استمع أمر الله وامتثل لأمر الله وعمل بأمر الله، ليكون فيه حث على تنفيذ أوامر الله. ألم تقرأ أيها السائل قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله؟ فهنا جاء النهي او الانشاء في صورة الخبر، بدليل ان لا لو كانت نافية لو كانت ناهية لجزم الفعل بعدها، وقال تعالى لا تجد قوما، انما قال لا تجد مع انه يريد النهي، كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم وابناءكم اولياء إن استحقوا الكفر على الإيمان، جاء بإنشاء في صورة الخبر. كذلك الجملة التي معنا ومن دخله كان آمنا، الله يريد أن يقول للمسلمين أيها المسلمون لا تعتدوا على حرمة المسجد الحرام، أيها المسلمون أمنوا المسجد الحرام، فإذا جاء من يعتدي عليه فليس هذا تكذيبا لكلام الله، إنما هو مخالفة من البشر لرب البشر. فأي تكذيب في هذا؟ ليس كأيها السائل قرأت أول دروس اللغة العربية في البلاغة، القرآن عربي ولا يفهمه إلا من درس
علوم العربية من ألفها إلى يائها، ولا تحدى أي سائل يريد أن يوجه فعلا إلى القرآن الكريم، أتحداه لو أعرض لا حول ولا قوة إلا بالله. وجه هذا السؤال لكل متفلسف على لغة القرآن، ما إعراب لا حول ولا قوة إلا بالله؟ وفي إعرابها خمسة أوجه، فليس هذا المعترض يعرضها على وجه واحد. لو أعرض هذه الكلمة بوجه واحد فتحنا له الأبواب ليعترض، فكيف فيها خمسة أوجه؟ بل إن هناك قاعدة في النحو أتحدى بها جميع العرب من محيطهم إلى خليجهم ليتنبهوا إلى ما يراد بقرآنهم. هذه القاعدة تقوم كلما جاز أن يعرض عكس بيان، جاز أن يعرض بدلا، إلا في مسألتين اثنتين. فما هما تلك المسألتان؟ لو أجاب العرب من المحيط إلى الخليج عن هذا السؤال، وأنا لا أريد به التحدي فمعاذ الله، انما اريد به ان انبه الاذهان واوقظ الاسنان ليدرس لغة كلام واحد الديان. كل ما جاز ان يعرض بدلا جاز ان يعرض عطف بيان، الا في مسألتين اثنتين لا يصح ان يكون فيهما عطف البيان بدلا. هذا انسان ارسل بسؤال سطحي فحول الانشاء الى خبر، الانشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب، لانه امر اذا امرك انسان ان تصلي وقال لك صلي أتقول له أنت صادق أم كاذب؟ إذا قال لك لا تشرب الخمر ونهاك عنها أتقول له أصادق أنت أم كاذب؟ إذا قلت لابنك هل ذاكرت الدرس أيقول لك أصادق أنت أم كاذب؟ إذا قلت ليس الشباب يعود يوما أيقال لك أصادق أم كاذب؟ إذا ناديت وقلت يا جبال أودي معه أتكون صادقا أم كاذبا؟ الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب. فقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، هذا أمر من الله إلى الأمة، أيتها الأمة أمنوا من دخل حرم الله. فإذا قصرت الأمة في أوامر ربها أيكون التقصير على الأمة أم يكون موجها إلى أمر الله؟ أمر الله صادق صادق صادق. ثم ماذا؟ أولا سمعت إلى قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إن كان لك أذنان تسمع بهما وأكبر ظني أنك لا تسمع، فأنت ممن يقول الله فيهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ألم تسمع إلى قول الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة
وهل يولد موحدا بالله؟ كل مولود ينزل من بطن امه موحدا بالله. وانما ابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه. الله خلق الخليقة كلها موحدة بالله، فاذا جاء البشر وغيروا هذه الفطرة وحولوا وجه النهار الى ليل دامس الظلام، فهل يعتبر تغيير التوحيد باليهودية او المجوسية او النصرانية، او يعتبر هذا التغيير تكذيبا لما خلق الله؟ لا، الله خلق الفطرة نقية صفية، فجاء البشر فغيرها، أو يعتبر هذا تكذيبا لأمر الله؟ لا، إنما يعتبر هذا تغييرا وانحرافا من البشر، ومعاذ الله أن يكذب كلامه أحد. ومن دخله كان آمنا، أي أمنوا من دخله، بدليل قوله تعالى بعدها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، معناها أمر من الله، أيها المستطيعون حجوا بيت الله. لكن الحقيقة كلها تنحصر في خمس قضايا، والقضايا الخمسة لخصها العلي العظيم في آية واحدة. اسمعوا هذه الآية بعدما توحدون الواحد، قولوا لا إله إلا الله. اسمعوا هذه القضايا، ففيها حل الطلاسم والألغاز. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. هذه هي القضية الأولى. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله. هذه هي القضية الثانية. والفتنة اكبر من القتل. هذه هي القضية الثالثة. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. هذه هي القضية الرابعة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فهنالك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة، وهنالك اصحاب النار هم فيها خالدون. هذه هي القضية الخامسة. لكنني لما ألقيت نظرة على القضية الرابعة علمت لماذا اعتدي على المسجد الحرام. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. لا تظنوا ان الاعتداء على المسجد الحرام امر سهل. الاعتداء على المسجد الحرام يرجع بنا عبر القرون الخاليات الى اواخر القرن التاسع عشر الميلادي، عندما وقف المستر جلاجس في مجلس العموم البريطاني وقال لاعضاء مجلس العموم: ايها الاعضاء، لن نستطيع القضاء على الاسلام الا اذا قضينا على ثلاثة اركان. اسمعوا تاريخكم وافيقوا لما يدور حولكم. يقول المستر جلادستون في مجلس العموم البريطاني
وفي اواخر القرن التاسع عشر الميلادي ايها الاعضاء لم نستطيع القضاء على الاسلام الا اذا قضينا على ثلاثه اركان. الركن الاول هذا المصحف، واخرج المصحف من جيبه ورفعه بيده امام الاعضاء، فقام عضو من مجلس العموم كأنه أصيب بحمى الاسترياء، قفز من مكانه كأنه السهم المريش، وخطف المصحف من رئيس الوزراء البريطاني ومزق المصحف أمام الأعضاء. فقال المستر جلاجستون: أيها العضو الأحمق، ما أردت تمزيق أوراقه، إنما أردت تمزيق آياته من صدور المسلمين. اسمعوا اسمعوا أعزائي، ما أردت تمزيق أوراقه، إنما أردت تمزيق آياته من صدور المسلمين. الركن الثاني بعد المصحف القضاء على صلاة الجمعة، أمر عجيب. عندما تؤل الإشارات قد الوقت أذان الجمعة، ترى الآلاف المؤلفة والملايين المملينة في مشارق الأرض ومغاربها تغتسل وتتعثر وتتوجه الى بيوت الله. من الذي دعاهم من بيوتهم؟ من الذي دعاهم؟ من الذي وجه اليهم الدعوة في الحضور؟ من الذي اتى بهم الى هنا؟ هل دعتهم اجهزة الاعلام؟ هل وجهت عليهم تذاكر الدعوة؟ هل تتوسع عليهم الجاتوهات والموائد الفاخرة وحفلات الشاي؟ ان الذي دعاهم هو الله. قال المستر جلاجستون: ان هذا لشيء عجيب، شيء عجيب. ثم ماذا بعد المسجد، بعد المصحف، بعد المصحف وبعد الجمعة؟ ثم ماذا؟ قال: ثم المسجد الحرام. المسجد يجمعهم كل يوم خمس مرات، فاذا ما جاءت صلاة العيدين اتسعت الجماعات في الخلاء، فاذا ما جاء عرفات والمسجد الحرام اجتمعوا في شتى بقاع الارض ليقفوا امام الواحد امام الكعبة، امام الواحد الديان في بيت الله الحرام. فاذا ما جاء يوم عرفات ازدحموا واجتمعوا، الروس عارية والاجسام لفت في اجسامها، والكل لا يهتف الا للملك، والملك هنا واحد لا ملك غيره، لا ملك غيره. الكل يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مصحف وجمعة ومسجد وعرفات.